بسم الله الرحمن الرحيم. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن ايه هو مرض الزهايمر وازاي بيحصل وايه الاعراض اللي بتنشأ عنه. في حلقة النهاردة هنتكلم عن ايه هي طرق الوقاية من المرض دوت، ولو فرضا المرض جه ايه هي طرق العلاج منه. لو انت من سن الـ40 فيما فوق يبقى لابد من اتباع طرق الوقاية ديت. اشمعنى سن الـ40؟ في الحقيقة ان الدراسات قالت ان بداية من سن الـ40 بيبتدي تكوين البلاكس. انا شرحت البلاكس في الحلقة اللي فاتت، فهسيب لكم اللينك بتاع الحلقة اللي فاتت في الديسكريبشن، ياريت ترجعوا لها. بكل بساطة مراجعة كده بسيطة، ايه هي البلاكس؟ البلاكس دي الحاجة اللي بتجمع ما بين كل 2 نيورون، فبتمنع انتقال الاشارة العصبية بشكل سليم مما يؤدي الى النسيان. عملية تكوين البلاكس دي بتبتدي من اول سن الـ40 وبتاخد في حدود 15 لـ20 سنة لحد ما نوصل للتيبينج بوينت. بكل بساطة ايه هي التيبينج بوينت؟ هي النقطة اللي لا عودة عندها ولا رجع، بمعنى ابسط مرض الزهايمر حصل. في الحقيقة ان مفيش حاجة ممكن تقيك من المرض بنسبة 100%، ولكن في بعض الاساسيات اللي احنا ممكن تتبعها ودي بتؤدي الى تأخير حدوث المرض. 1، دايما خلي دماغك شغالة، دايما خلي دماغك اكتف. ده بيتم ازاي؟ عن طريق مثلا القراية الكتير، لعب العاب مثل العاب السودوكو، حل الكلمات المتقاطعة وما شابه الى ذلك. 2، وهي الرياضة. احنا ممكن نكتفي برياضة المشي يوميا لمدة 30 دقيقة مثلا، وده هيؤدي الى ان الدورة الدموية بتاعتنا هتكون دورة دموية سليمة جدا، والامداد الدموي والامداد بتاع الاكسجين للمخ هيكون سليم جدا، مما يؤدي الى المحافظة على الخلايا العصبية اللي موجودة في المخ. 3، وهو الاكل. في دراسات قالت ان الاوميجا 3 دي بتؤدي الى تأخر حدوث المرض. الاوميجا 3 ده بيكون موجود في السمك، ولو انت مش من محبين السمك ممكن تاخده كسبلمنت من الصيدلية. 4، وهو النوم. في دراسات قالت ان النوم العميق ده بيؤدي الى زيادة والاكتيفيشن بتاع المايكروجليا. المايكروجليا دي بكل بساطة هي خلية، تخيل معايا كده ان هي عاملة زي المكنسة، بتلف في البرين وبتشيل كل الويست اللي موجودة ما بين النيورونز بما فيها البلاكس اللي بتمنع انتقال الاشارة العصبية بشكل سليم جدا. 5، وهي المحافظة على صحة القلب. في دراسة قالت ان 80% من الناس اللي عندهم الزهايمر ديزيز بيكون عندهم مشاكل في القلب. طب فرضا وصلنا الى التيبينج بوينت، يعني خلاص جي الزهايمر ديزيز، ايه طرق العلاج اللي ممكن تتاخد عشان نعالج الزهايمر؟ في الحقيقه هو مفيش علاج بيتاخد بيعالج الزهايمر علاج نهائي، ولكن العلاج اللي بيتاخد هو بيؤدي الى تقليل الاعراض بتاعت الزهايمر ديزيز. في الانسان السليم اللي ما عندهوش الزهايمر ديزيز بيتم انتقال الاشاره العصبيه بين خلاياها العصبيه بشكل سليم جدا. لو جينا بصينا على نقطة الاتصال بين الخليتين العصبيتين اللي بما يسمى بالسينابس، هنلاقيه بالشكل ده. ادي الخلية الاولانية او السندنج نيورون، وادي الخلية العصبية التانية او الريسيفنج نيورون. انتقال الاشارة العصبية ده بيتم عن طريق ان السندنج نيورون بيطلع النيورو ترانسميتر. بكل بساطة ايه هو النيورو ترانسميتر؟ النيورو ترانسميتر دي الحاجة اللي هتطلع من السندنج نيورون وتمسك في الريسبتور بتاعها على الريسيفنج نيورون، مما يؤدي الى انتقال الاشارة العصبية بشكل سليم جدا. الاسيتايل كولين ده واحد من النيورو ترانسميتر. في الطبيعي جدا لما بيتم انتقال الاشارة العصبية والنيورو ترانسميتر يمسك في الريسبتور بتاعه على الريسيفنج نيورون، بيكون في ديجراديشن انزايم او بما يسمى بالكولينستريز. ده مسؤول انه يكسر النيورو ترانسميتر اللي ممسكش في الريسبتور بتاعه على ريسيفنج نيورون، وده بيحصل في الحالة النورمال جدا. مريض الزهايمر بيعاني من نقص في النيورو ترانسميتر، ده نتيجة لتكوين البلاكس اللي بتأدي الى اعاقة انتقال الاشارة العصبية بشكل سليم جدا. فبوجود الديجراديشن انزايم او الكولينستريز ده ممكن يكسر كمية النيورو ترانسميتر اللي موجودة اصلا بكميات قليلة. فأحد العلاجات اللي موجودة دلوقتي هي الكولينستريز انهيبيتر، وده هيروح يعمل انهيبيشن للديجراديشن انزايم أو الكولينستريز، مما يؤدي إلى أن كمية النيورو ترانسميتر اللي موجودة تمسك بكمية كافية على الريسبتور، مما يؤدي إلى انتقال الإشارة العصبية بشكل سليم جدا. تاني طرق العلاج هي الـ BACE1 انهيبيتر. بكل بساطة ده بيعمل إيه؟ ده بينهبت البيتا سيكريتيز. زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت ان مريض الزهايمر ديزيز الـ APP بتاعه بيتكسر بفعل البيتا سيكريتيز مع الجاما سيكريتيز، وده هيؤدي لتكوين المونومر اللي هو بيؤدي بعد كده لتكوين البلاكس. وطبيعي جدا طالما ما فيش بيتا سيكريتيز فالـ APP هيتكسر بفعل الالفا سيكريتيز ومش هينتج عني المونومر اللي هيؤدي بعد كده ان ينتج عني البلاكس. ثالث طرق العلاج هي الـ GSK inhibitor. بكل بساطة ايه هو الـ GSK؟ ده الكينيز المسؤول عن الفوسفوريليشن بتاع التاو بروتين اللي بيخليه يغير شكله ويسيب مكانه من على المايكروتيوبيول. وبما اني اديت انهيبيتور للـ GSK فبالتالي التاو بروتين مش هيحصل الفوسفوريليشن ومش هيسيب مكانه من على المايكروتيوبيول ومش هيتكون للتانجلز.
ده كان كل كلامنا عن الزهايمر ديزيز. لو اي حد فيكم حابب يسيب اي كومنت ياريت ما يترددش، ولو في اي اقتراحات عن الفيديوهات الجايه ياريت برضو تكتبوها لي في الكومنتس تحت. اشوفكم الحلقه الجايه والسلام عليكم.